خليني أوريك مجموعة اكسسوارات تقدر انك انت تستفيد منها على الرود وايرلس جو 2. أنا محمد مشعل وهذه قناة مش فوتوغرافي. هذا القناة هدفها الأساسي هو تطوير المصورين إن كان في مجال المعدات أو حتى أساليب التصوير. فإذا أنت جديد على القناة تقدر تقرر إذا أنت كنت حاب تشترك أو لا. فاليوم أنا جاي أكلمك على مجموعة أكسسوارات بتفيدك إذا أنت تملك مايك الرود وايرلس جو 2. طبعا سويت لهذا المايك مراجعة وراح أترك لك رابط المراجعة هنا فوق، تقدر أنك أنت تشوف المراجعة كاملة. أما اليوم أنا بتكلم عن هذه الأكسسوارات اللي بتساعدك أنك أنت تستفيد من هذا المايك بأفضل طريقة. الاكسسوار الاول هو الانترفيو جو او الهاند مايك. تقدر انك انت تثبت الوايرلس جو 2 داخل هذا المايك زي ما انت تشوف هنا بهذه الطريقه، وتقدر انك انت تستفيد من هذا المايك زي كانه مايك خاص بمقابلات. فتقدر انك انت تمسك المايك زي كذا وتحاور الشخص اللي موجود قدامك، وتقدر بهذه الطريقه انك انت تستفيد من هذا الاكسسوار بطريقه رائعه. الاكسسوار الثاني هي قطعة مغناطيسية جزء منها يركب على الوايرلس جو 2، والجزء الثاني هو عبارة عن قطعة مغناطيسية. فبكل بساطة هذه القطعة بتساعدك انك انت تثبت الرود وايرلس جو 2 تحت اللبس بدون ما يكون في اي شيء ظاهر. وزي ما تشوف الان القطعة المغناطيسية ثابتة هنا، وبنفس الوقت الرود وايرلس جو 2 متخبي تحت الملابس. فتقدر انك انت تستفيد من هذا المايك او بهذا الاكسسوار انه الرود وايرلس جو 2 ما يكون ظاهر بشكل مباشر على الشخص اللي انت حاب تثبت عليه المايك. الاكسسوار الثالث فكرته بكل بساطة هو انك انت لو ثبتته على الكاميرا من الاعلى زي ما انت جالس تشوف الان، الفكرة بكل بساطة هو انه يطلع لك منفذين كولد شو على الكاميرا، وهذا الشيء بيساعدك انك انت تقدر تستفيد من هذا المنفذين، واحد للوايرلس جو 2 والثاني تقدر انك انت تثبت عليه المونيتور او الشاشة الخارجية اللي انت حابها. فهذه هي الاكسسوارات الثلاثة اللي كنت حاب اكلمك عليها اليوم، وراح اترك لك رابط الشراء في خانة الوصف والديسكريبشن. واحب اسمع منك الان اي واحد من هذه الاكسسوارات الثلاثة تحس انه هو راح يفيدك بناء على استخدامك. اما اذا انت استفدت من هذا المقطع فلا تنساني من اللايك، ولا تنسى انك انت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد ممكن يطورك انت كمصور. واذا حس انه هذا المقطع ممكن انه هو يفيد غيرك فيا ريت تشارك هذا الفيديو معه. انا محمد مشعل، اشوفكم بالفيديو الجاي.